بمناسبة الشهر العالمي للتوعية بسرطان الثدي الذي يعتبر الأكثر شيوعاً عند النساء في الإمارات وحول العالم، ولا زالت معدلات الإصابة به في ازدياد، نؤكد على أهمية الفحص الدوري للكشف المبكر عن سرطان الثدي الذي يعد الوسيلة الأنجع للحد من مخاطر هذا المرض والسيطرة عليه في مراحله المبكرة. تضم مدينة بوجير الطبية نخبة من الاستشاريين والمتخصصين في علاج سرطان الثدي بما يتوافق مع أرقى المعايير العالمية، ونستقبل مرضانا بمركز العناية بالثدي من خلال 4 عيادات تخصصية، هي عيادة التقييم الثلاثي والتي يتم فيها استقبال المريضة خلال زيارتها الأولى وعمل الفحوصات والتشخيص الأولي لحالتها خلال ساعات، كما استحدثنا عيادة متخصصة لعلاج آلام الثدي والسيطرة عليها، إضافة إلى عيادة المتابعة الحثيثة للسيدات ذوات الخطورة العالية للإصابة بسرطان الثدي، وأخيراً العيادة التخصصية لمتابعة المرضى والاعتناء بهم. يوفر قسم الأشعة التشخيصية في مدينة برجيل الطبية أحدث التقنيات الفحص والتشخيص المبكر لسرطان الثدي كأجهزة الماموجرام ثلاثي الأبعاد وجهاز الرنين المغناطيسي بالصبغة والموجات فوق صوتية. أما بالنسبة للخزعات فيتم أخذها عن طريق الموجات الصوتية أو الماموجرام، والذي يعتبر من أحدث التقنيات الموجودة في الدولة. إننا نطمح دائماً للحفاظ على الثدي المصاب وتجنب استئصاله بمساعدة العلاجات الحديثة والأدوية الذكية، إضافة إلى تطبيق أحدث أساليب جراحة الأورام التجميلية واستخدام التقنيات والأجهزة الجراحية المتطورة مثل تقنية السافي سكاوت. نتطلع دائماً في مدينة بوجير الطبية لتوفير ما يضمن الحياة السعيدة والمستقرة والآمنة لمرضانا، وذلك بإتاحة الطرق العلاجية المختلفة لإعادة بناء وترميم الثدي. فصحتكم غايتنا.